نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلتك. دوك نقوم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعد سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعد سوف نقوم بنزول الى الاسفل والضغط هنا على تيك توك خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقه، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بايقاف عادة شغل الواي فاي خاص بكم، بعد سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تيك توك خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم تيك توك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.